انت شخصيا دخلت ليه في انتاج البيض؟ والله دي وراثه بقى لها فتره يعني والدي الله يرحمه كان عنده يعني انت وارث العنبر ده ولا مأجره؟ انا وارثه. ثلاث ادوار صح كده؟ كل دور فيه 5000 وفي عنبر وراه فيه 5000. طيب احكي لي بقى عنك انت، عن تجربتك مع انتاج البيض. انا اشتغلت في الفراخ بقى لي النهارده زي 10 سنين 10 سنين 10 سنين بتخسر؟ 10 سنين لا الحمد لله يعني. طيب. يعني لو مش بنخسر؟ لا مش بنخسر طبعا، لان اربع دورات اهوت الحمد لله كويس. الدوره بتقعد معانا سنتين في البياض، يعني احنا ما بنشتغلش تسميم، بنشتغل بياض بس. بياض تكلفه البيض عندك بتكلف كام؟ الفرخه على ما تبيض بتكلف 80 جنيه 85 جنيه دي تكلفه الام. الام تربيتها صح كده؟ البيضه نفسها تتكلف زي 80 قرش او 85 قرش 80-85 قرش. بتبقى انت حاسب فيها بقى عملتك والعنبر بتاعك، العماله وجاره العنبر وكهرباء ونور وكل حاجه وعلف ودواء. يعني انت الكرتونه البيض تقف عليك سعرها بكام؟ تقف عليا انا كمربي تقف عليا ب 28 جنيه 28 جنيه ده لو حسبت مفيش، لو الانتاج مثلا 92% 93%. حاسب نفوقك وحاسب حاسب نفوقي وحاسب عمالتي وحاسب دوايا وحاسب كل حاجه، وايجار عنبر وميه وكهرباء. طب النفوق بيحصل ازاي؟ النفوق امراض بقى، مش انت محصن؟ احنا بنحصن يا استاذ محمد، والمفرخ محصن الكتاكيت اللي جايه لك. كل الامراض بنحصنها، يعني الاتش 9 نيوكاسل اي ال تي اي بي، كل الامراض دي بنحصنها. انت بتنتج النهارده كام كرتونه من ال 15000 اللي صفوا معاك على كام بقى؟ انت قلت لي صفوا معايا على 8، يعني عندك حوالي 7000 فرخه ماتت. 7000 ام على عمر 30 يوم 35 يوم. سبب النفوق ايه؟ امراض ولا في خطا في المعمل اللي جاب لك الكتكوت؟ هو المفروض ان انا محصن في المعمل حاجه اسمها فاكستيك. فاكستيك ده اللي هو مسؤول عن المرض اللي اسمه الجمبور. فما ما حصنت فجيت على عمر 20 يوم جالي جمبور. الجمبور ده مرض العين شويه، يعني هو متحصن ومع ذلك جالك المرض؟ مع اني محصنه برضه في المزرعه. يعني انا محصنه هنا بيتحصن قطره وحقنه بالمناسبه.